السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن صور المعاصرة، هنتكلم عن نوع آخر من البيوع المنهية عنها، بيع الحاضر للبات وتلقي الركبان، وكل الأنواع دي وردت في السنة النبوية على النبي على المتكلم بها عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. في بداية هذا اللقاء يسعدنا أن نرحب بفضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح إسماعيل من علماء الأزهر الشريف. برحب بك يا شيخ محمد. كرمك الله استاذ محمد، بارك الله فيك. شيخ محمد، انتهى حكم النجش، يعني الشخص اللي وقع في معاه النجش يقدر يعمل ايه؟ هل ليه الخيار؟ هل ينفع ان هو يسترد السلعه بتاعته ويرجع الثمن لما يعرف ان هو بخس مثلا، او ان المشتري اللي في الصوره الاخرى المشتري اللي اشترى بسعر اغلى من سعر السلعه ينفع ان هو يعني يرد المبيع وياخد الفلوس تاني، او ينفع ازاي النجش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. بارك الله تعالى فيك. كما تفضلت، بالفعل تكلمنا عن النجش في اللقاء الماضي، وعرفت بأنه استثارة، بالأصل فيه لغة استثارة الصيد ليصاد. تمام. يعني من يخدع طائرا ليصيده، ويعني سعر سلعة لا بغرض شرائها وإنما بغرض الشاري بشرائها. تمام. والسؤال الذي تفضلت بالإشارة إليه كان سبق سؤال، في الحقيقة لم نكمل الجواب عليه في الحلقة الماضية، وهو الفرق بين النجش والمزايدة. تمام. فقلنا الناجش هو الذي يتدخل لرفع قيمة السلعة لا بغرض شرائها، لا دخلت لأزيد في ثمن السلعة، ما بعتها فقد كان السوق كاسدا، فقال إذن أنت زدت ولم ترد أن تشتري. قال نعم. قال إذن هو نجش، والنجش لا يحل، ابعث مناديا ينادي ورد ذلك البيع. وده من فقه الصحابة وتطبيقهم العملي لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المزايدة ده النجش، أنك بترفع قيمة السلعة لا بغرض شرائها، وده عايزة أصلا، ده هو بيخدع واحد تاني أو اتنين من اللي واقفين ويخدعهم بارتفاع قيمة تلك السلعة. أما في المزايدة فأنت تزيد بغرض الشراء لا بغرض الرفع. أنت نفسك تشتري دي. أنا بقول يعني من يشتري هذا الكأس؟ فأنت قلت أنا أشتري بخمسة. الثاني قال بسبعة. وبالفعل هو يريد الشيء بين المزايدة وبين النجش. الواحد لكن واحد بيرفع لا بغرض الشراء. سواء كان بالاتفاق مع البائع أو بغير اتفاق، فرض واحد تدخل كده مجاملة للبائع، أو ليخدع شخص موجود ويريد إلحاق الضرر به، وده في الحقيقة بيحدث في بعض شخص عايز يشتري طبعا في بعض المناقصات، ويوصل معلومة لواحد معين، خلي بالك ده فلان، يعني لو لم ترسو عليه تلك المناقصة إنه ربما يخرج من السوق أو يصاب بضرر. هي المسألة بالنسبة له مسألة حياة أو موت، فرفع المسكين بسعر أرفع فكسرت عظامه، لأنه في الحقيقة يعني سينفق أموالا تفوق المطلوب في ذلك الأمر الذي رسى عليه. وده من ضمن الممارسات المحرمة بدون مين أورده العلامة بطال. تمام. ابن بطال ده فقيه قرطبي من الفقهاء المالكية. تمام. وابن بطال سبق ابن حجر في شرح البخاري المكي، في شرح للإمام البخاري، وفي الحقيقة لم يشرح البخاري كله، إنما شرح أجزاء منه، شرح معظمه. ولذلك الحافظ ابن حجر كثيرا ما يورد أقوال ابن بطال، أجمع أهل العلم على أن الناجش عاصي. وكما أوردت قول الإمام البخاري أنه خائن آكل ربا، وعمله لا يحل، لا يحل إذا عمله محرم. ولذلك في تطبيقات معصرة للنجش موجودة الآن. زي إيه؟ عندك على سبيل المثال في قنوات بيذكر لك محسنه وجماله
وأصلته وجودته، وفي نفس الوقت بيشير لقلة ثمنه فبيغري المساكين. نفسه فن الاستثارة أهو، استثارة الصائد ليصاد، استثارة الزبون المسكين وإلحاق الضرر به، وأنه بيشتري سلعة ظنا منه أنه ما فيش بعدها خالص. ولكن رقابية تراقب. الصورة دي اللي بيحصل بقى في القنوات دي، ما هو ده أنت بتستثير الشاعر المسكين، الأولاد والبنات اللي قاعدين بيطلعوا، اللي بيشوفوا أكياس البطاطس المقلية دي وغيرها من أنواع الحاجات اللي هي بيلفتوا نظر الأطفال بيها، أو المشروبات، أو ربات البيوت وستات البيوت، أدوات منزلية، بطاطين، مفارش، القصص دي كلها نتحقق في الحقيقة من حقيقة دي تماما مع المواصفات. يكون في جهاز، يا ريت في شهادة معتمدة قبل يعني خروج تلك السلع للدعاية والإعلان. يعني هم بيحطوا السلعة وبيحصل مزايدة عليها؟ لا. طب أمال إيه؟ ده بتكلم عن الإعلانات التي تبث صباح مساء. طيب ما دي من الغرر بس مش من النجش. يعني ده خداع أو سلع النجش يعني ملهاش مواصفات. أستاذ محمد، النجش هو لون من الغير، أو في الغرر إن إحنا بنخدع المشتري بأنواع مختلفة من الخداع. النجش إن إحنا بنستخدم المزايدة. نعم. وبيكون في يعني إيه أكتر من واحد متفقين عشان يرفعوا السعر أو يبخسوا السعر. تمام؟ فإحنا يعني إيه عندنا الصورة اللي حضرتك قلتها. كل ما من شأنه دفع الشاري ليشتري، هذا يعتبر استرابع كل وقت وحين. في قبل المسلسل وبعد ربع المسلسل وفي آخر المسلسل وفي وسط المباراة وبعد المباراة وعلى الشريط وغير كده، أنت تستثير ال 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 المشاهد ليشتري، تضرب على وتر معين، بتزغل العينيه، بتشغل مخه، بتخليه يتصل. من ضمن التطبيقات المعاصرة، وده تطبيق قديم في الحقيقة، البائع ده مضمون وانا اشتريت منه زمان وهو رجل مضمون وامين، ويمشي القى بذلك الطعم وخلى المسكين اللي مش عايز يشتري اللي شاكك فيهم يثق فيهم. ممكن يقول لك بخبرتي فعلا المنتج ده منتج جيد ويستحق السعر اللي موضوع فيه ده، حتى لو زاد شويه مش مشكله. ويمشي. يسير الشاري يدفعه للشراء بذلك السعر المرتفع، هذا يعتبر من النجش. ومن يفعل يعني ذلك، حضرتك قصدك ان النجش ما بيقتصرش على صورة المزايدة، ان احنا نخش في المزايدة بغرض رفع السعر؟ لا، المزايدة احنا فرحنا بينها وبين اللي. انا فاهم يعني المزايدة بصورتها اللي هي الدخول لا بغرض الشراء وانما بغرض دي استثارة، لكن ما فيهاش دخول لحد بيحاول يرفع السعر، لكن هي بدون شك بينطبق عليها وينسحب عليها النجش. انك بتثير الناس وبتدفعهم دفع، ده إثارة لهم. تمام. من اجل الشراء ويخليهم يفكروا في اشياء هم مش عايزينها اصلا. فده في الحقيقة من ضمن ده نوع من انواع الاستثارة بدون شك. طب انت سألت سؤال في الحقيقة جدي، لو ان الشاري وجد نفسه قد خدع، صح، واشترى السلعة بأغلى من ثمنها، ما الحكم؟ طبعا هو له خيار العيب. تمام. حينما يعلم أنه قد خدع، لكن متى يحل له الخيار أن يرد ليأخذ فلوسه ثمن السلعة؟ اشتراها بضعف ثمنها، أو اشتراها بأزيد من قيمتها في السوق. طب الزيادة دي قدرها كام؟ البعض قال ممكن ثلث القيمة أو نصف القيمة. فإذا علم أنه قد خدع أو اشترى شيئا لا يستحق، ساعتها أنه يرجح. طبعا له الحق في الخيار. الشافعية فقط هم الذين، وطبعا يرجع الثمن، كثير يعني من الفقهاء أهل الحديث يأخذ الثمن، قالوا البيع صحيح، ولكن شافعية. وهنا الفساد يعني البطلان عند جمهور الفقهاء، فبالتالي يرد السلعة ليأخذ الثمن الذي دفعه. تمام. وله الحق في ذلك. طيب مش ممكن نقول ليه الحق انه ياخد الفرق او ياخد حق لو راغب؟ لو راغب يعني ينفع الحق، كما القيمة تعادل العيب الموجود في السلعة وارتضى ذلك، فيعني وقبل، فهذا امر يرجع اليه
ولا يلزم به. نعم تمام خلاص. طيب نتكلم دلوقتي عن تلقي الركبان. ايوه عن تلقي الركبان وبيع حاضر لباد. وبيع حاضر لباد ورد النهي عن تلقي الركبان الحاجتين دول في السنه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما حكمه عظيمه من النهي عن صوره من صور البيع. وبعض الناس بيجي ويقول ان الصور دي وكل الحاجات اللي انتوا بتتكلموا عليها دي خاصه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. واما الان فالوضع اختلف. الدنيا دلوقتي فيها معاملات حديثه وفيها معاملات ماليه مختلفه تماما عن ما كان عليه المعاملات او عليه ايه. نقرب صوره تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد لهؤلاء اللي بيزعموا هذا الزعم ويقولوا ان كل اللي انتم بتتكلموا عليه ده يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومش احنا مش لازم نلتزم بيه دلوقتي في زمننا. طيب هب ان فلاحا قدم بالمزروعات التي عنده سواء كانت خيار من أنواع مركزي سوق الجملة. تمام. وهو في الطريق قابله شخص أن يبيع حاضر لباد. تمام. وتلقي الركبان خلي بال حضرتك. وقال له خلي بالك السلع كاسدة والأسعار متدنية جدا. وبعد شوية قابله واحد ثاني قال له نفس الكلمتين بأقل من قيمة المنتج. وبعد شوية واحد قبله خلي بالك دي عصابة واحد قبله وعرض عليه سعر أقل. وبعد كده واحد ثالث عرض عليه سعر مرتفع شوية. ما هي الصورة الذهنية التي ستنطبع في ذهن ذلك السعر سيثق في أقوال هؤلاء المتواترة بأقوال متواترة وأنه بالفعل السلع كاسدة. هو لسه ما راحش السوق. ده بره السوق خالص اهو. تمام. وأوهموه أن السلع يعني أسعارها متدنية جدا وأن البضائع كثيرة خالص. وبدل ما تدخل وتدفع أرضية ورسم دخول والتاجر له نسبة معينة بناخد منك من هنا لان احنا مش عارف ايه وقصه من دي كده يعني. فبالتالي قد خدع ذلك الشخص. يبقى اللي احنا نقدر ناخده من كل من النجاش تلقي الركبان يعني ايه تلقي الركبان؟ ناخد من كده ان اي بيع فيه خداع محرم. محرم. ورد النهي عن كل الصور دي عشان توصل لنا الصوره الركبان الاخر ان احنا نبعد عن الخداع البيع والشراء. تلقي الركبان المقصود بها ايه؟ وسائل نقل السلع للسوق. طيب دي ركبان كل وسائل النقل التي تنقل السلع للسوق. تمام. طيب اصحابنا دول لما يعملوا العمل ده ويقعوا في شراكهم وليكن 30-40% ما الذي سيترتب؟ حيث انا اجيب الذي سيترتب قلة المنتجات التي تصل السوق. طيب المنتجات اللي بيحدث خلل في السوق. تمام. فجوة بين المعروض والمطلوب. طيب لما تكون السلعة مطلوبة والمعروض منها أقل لا يفي بحاجة الناس إيه اللي حيتم؟ حيرتفع ثمنها. صح. طيب لما يرتفع الثمن مين اللي حيربح؟ اصحابنا اللي تلقوا الركبان في الطريق. تمام. وأخذوا تلك المنتجات ومن ثم السلع اصبحت في ايديهم. طب ايه اللي هيترتب على كده؟ اضرار الناس، احداث خلل في السوق. والحاق الضرر بمعظم الناس والنفع ببعض الناس. تمام. شفت الحديث يعني البسيطة؟ الكلمات القليله للنبي صلى الله عليه وسلم قالها دي صلى الله عليه وسلم ولا يبع لا تلقوا الركبان. نهى عن تلقي الركبان. نهى عن تلقي الركبان. كل المعاني دي داخله في النهي ده كبيره. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. خليه يوصل للسوق. والسوق هو اللي يتحكم. تمام. المعروض والمطلوب هو الميزان. مش انت. فهو ده النهي. والنهي ده موجود النهارده. يعني كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ناخد منه قواعد اقتصاديه وتكتب في كتب بدون شك.
وده موجود اليوم من البعض اللي بيقرا النصوص دي وما يفهمش كل الحكم اللي من وراها وما يقراش شروح الاحاديث دي وما يفهمش تطبيقات بيقول لك ده كلام قديم. ايه الكلام ده؟ ايه علاقته بالواقع المعاش اللي احنا عايشينه ده؟ تمام. ايه علاقته باسواقنا؟ ملوش علاقه خالص. صح بيقولوا كده. الامر الثاني بارك الله تعالى فيك. طيب لو حصل كده بقى ايه الحكم؟ يعني لو حصل وعلم انه قد بخس حقه يعمل ايه؟ على النجش انه يرجع ياخذ السلعه ويدفع القيمه او انه يلزم الشاري الذي بخس البائع حقه بان يدفع السعر العادل. لابد ان تكون هناك جهات رقابيه بالفعل. أيوه. يعني تنظم العلاقه بين البائع والمشتري وأن تكون هناك في الحقيقة جهات رقابية في نفس السوق. يعني في أسواق في الخليج كتلك الجهات التي تراقب أعمال البورصة، وإذا وجدوا أن العمل على سهم بعينه من أجل إسقاطه أو إلحاق الضرر بالمتعاملين عليه ووصلت نسبة الخسارة إلى وليكن 10%، بيوقفوا التعامل على ذلك السهم. ونفس الأمر في الحقيقة يعني بالسهل انه ينطبق على الاسواق. تمام. ونفس الامر كما بعدين احنا عندنا كمان يعني الاحداث الشروح بتوضح المآلات والفوائد الاقتصاديه اللي بتعود على المجتمع او المجتمعات المسلمه لما تطبق النصوص دي. وبعدين جم العلماء بقى اللي انا فاهمه اخذوا المفهوم ده وطبقوه على كل المعاملات المعاصره، فحطوا قواعد يعني مثلا النهي عن الغرر، النجش، ناخد منه البعد عن الخداع مثلا، لا تبع ما ليس عندك. ناخد منه، طبقوا ده على المعاملات اللي هو الإسلامي. نعم. وكله مبني على الكتاب والسنة والنصوص اللي هي من جوامع الكلام، نصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبنوا عليها بقى كل القواعد اللي هم بيتكلموا عليها، وليست من صناعة أذهانهم. ويعني هم ما اخترعوش الاقتصاد الإسلامي ده، وما هوش يعني فكرة جديدة ولا حاجة زي ما بعض المهاجرين. عندنا كما أشرنا في الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد. تمام. أن يبيع حاضر لباد. ونفس الأمر في الحقيقة، ربما البعض يقول يعني ما معنى هذا الكلام؟ ويعني أنا في الحقيقة ألتمس ألف عذر لكل المتابعين والمشاهدين، فهذه المصطلحات ربما لا تكرر كثيرا. صح. ولا تردد كثيرا. في الحقيقة أن نبسط وأن نوضح. صح. وأن نقرب لهم هذه المصطلحات لتكون في صورة يعني محسوسة ملموسة. صح. معروفة. صح. ومفهومة للجميع. أنا في الحقيقة دائما أكثر من ضرب الأمثلة وبالمثال يتضح. دي الحاجة الثالثة اللي نتكلم عليها النهاردة. نتكلمنا. نعم. عن النجش، تكلمنا على تلقي ركبان. أن يبيع حاضر، أن يبيع حاضر لباد. يعني هب أنني أنتج سلعة معينة ثم أقدم بها إلى السوق، فيأتيني واحد ويقول لي ما تبيعش أنت، أنا هبيع لك السلعة دي بسعر أكثر مما عرض عليك. فصاحبنا محترف سواء كان سمسار أو وسيط أو غيره، بهامش ربح معتدل، ويعني أقبض فلوسي وأصرف سلعتي ومنتجي وأعود إلى بيتي، إلى متجري، إلى مزرعتي. تمام. إلى حديقتي، وأنا راضي ومطمئن وسعيد بما قسم لي. تمام. من رزق من الله تعالى. فصاحبنا هذا المحترف يريد أن يتدخل في أعمال السوق من أجل هامش ربح أو مبلغ معين يحصل عليه أو يتم الاتفاق عليه بينه وبين ذلك المنتج. فالحاضر هو العالم بالسوق، الخبير بأحوال السوق. المنتج كما قلت مادام وصل لسعر عادل حيبيع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتدخل وسيط من أجل رفع قيمة السلعة. لكن إذا والغرر والكذب وكان إنسان يعني صادق. ده هنا الصورة دي فيها عمل السمسار، يعني كان كان ليه سمسار، جه واحد من بره البلد عايز يبيع سلعة معينة. هو قول ابن عباس قال لا يكون له سمسارة. لما سئل ابن عباس عن شرح الحديث يعني ما حدش قال لا يكون له سمسار. لا، هو يكون سمسارا بالضوابط. يعني أنت يعني نقلتني لعمل السمسار
طيب ايه مقصود ابن عباس بقى من النهي عن السمسار؟ ان يكون له سمسارا خادعا. فهنا السمسار يدور الناس بدون شك من اجل مصلحة نفسه. انه سيذكر محاسن للسلعة ليست فيها. سيذكر ان او سيذكر سعرا للسلعة ليس سعرا حقيقيا. لانه له نسبة معينة يريد ان يحصل عليها. فبالتالي هو يوهم الناس بجودة السلعة وبالسلة تلك النسبة التي يريد الحصول عليها. فهو كذاب مخادع غرر بالمشترين من أجل مصلحته لا من أجل مصلحة ذلك المنتج. فعمله في الحقيقة هنا يكون عملا فاسدا مفسدا لأنه ينطوي على كذب وعلى خداع. فهو يأكل سحتا مالا حراما ويأكل أموال الناس بالباطل. تمام. نعم يعني احنا عندنا دلوقتي شخص جاي بسلعة من برة وجاي لبلد من البلاد او مدينة من المدن، فبيتفق مع واحد ان هو يكون وكيله في بيع السلعة دي وبيحدد له سعر. طبعا الشخص السمسار ده في الصورة دي او في الحالة دي اللي هي جه النهي عنها عارف ان السعر ده غالي، فبيبتدي يحتال عشان يبيع للشخص اللي جاي من بره ده السلعة والمنتج بتاعه بالسعر. صورة أن جالبا بيجلب سلع معينة تجمع حوله التجار، خلي بالك نفس الصورة قلناها في النجش، وأرادوا أن يشتروا السلعة بأقل من ثمنها وأن يظلموا ذلك الجالب، وتدخل شخص من أجل إيصال السلعة للسعر العادل. على المثال صحح الذي ضربناه في النجش الغلط اللي بدون حصل شك اللي حصل. يعني عدل الميزان. تمام. أوصل السلعة يعني قريبا لسعرها العادل الذي تباع به في السوق. طيب. فعمله هذا في الحقيقة عمل مشروع. يبقى إذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد أو حتى قالوا شراء الحاضر للباد بيعا ظلم أو أن يحدث بذلك البيع والشراء خللا في السوق، لكن هب أنه عايز يكسب. سيبيع له بسعر عادل. عايز يكسب. لو هو عايز يكسب بس فجاب سمسار عشان يبيع له بسعر عادل زي ما حضرتك بتقول يكسب منه المكسب الطبيعي. ساعتها نعم مفيش أي حاجة غلط. ليس في الأمر شيء. تمام. لكن الجه النهي عن الصورة أو الحالة اللي أو ضرر. تمام. بذلك الجالب أو المنتج أو القادم بالسلعة إلى السوق. تمام. فهدف النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أن تترك المسألة أو أن يترك الأمر للعرض والطلب. توفرت السلع قلت أسعارها، طيب شحت بدون شك سيرتفع ثمنها. تمام. وارتفاع ثمنها على المهلك فقط وإنما أيضا على التاجر. هي لما بترتفع بيشتريها بسعر مرتفع. تمام. يعني على سبيل المثال القيمة المضافة التي أضيفت أو المفروض أنها تضاف في الغد 12. تمام. بعض الشركات وبعض التجار من وقت الموافقة عليها في مجلس الشعب رفعوا الأسعار. رفعوا الأسعار للأسف الشديد. دي حقيقة. المفروض أن تتم الرقابة، بل بعض التجار رفض أن يبيع انتظارا لتاريخ التطبيق اللي هو 12. نعم. هنا الرقابة يعني مطلوبة والرقابة الذاتية كمان، يعني هو التاجر يبقى عارف ان اللي بيعمله ده غير جائز وان هو كده بيكسب تجار تحشرون يوم القيامة فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق. وكما تحرص على مصلحة نفسك احرص على مصلحة غيرك. لا هذا الذي يكتنز ويحتكر ويستغل ويغلي في ثمن السلعة قبل موعد ارتفاع ثمنها بدون شك خلى قلبه من محبة الخير للغير وأحب نفسه فقط. طيب أنا يعني متخيل اللي بسمعنا ممكن يكون عايز يسأل سؤال ويقول يعني أنتوا عايزيننا كتجار ما نكسبش. لا، من قال ذلك؟ هم ليه؟ ده يعني تسعة أعشار الأرض قلنا يعني اكسبوا ما شئتم، ولكن بشرط من اتقى الله وبره وصدق أنك تكون تقي وأن تكون بارا أي محبا الخير لغيرك وأن تكون صادقا يعني لتكون قدوة لغيرك. ممكن نقول النصوص دي
وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ما جاش عشان يمنعك من ان انت تكسب، انما الاحاديث دي جت عشان تنظم حتى لا تلحق الضرر بالاخرين وتكسب والأسرة ومحبة الإزات، حتى لا يتحول التاجر إلى عبد للمادة لا يعرف إلا غيرها، وخلى قلبه من كل معاني الإنسانية للبشر أجمعين والإخاء، وخلى قلبه من كل معاني الرحمة. فده في الحقيقة دليل على قسوة ذلك التاجر وخلو قلبه من كل معاني الرفق والرحمة بالآخرين. لا يغالون السعر أبدا على المستهلكين، ولا يبيع إلا بالثمن العادل، ولا يرفع ثمن السلع حتى لو عنده. وأنا يعني أعرف بعضهم يقول لدي بعض السلع بالسعر القديم، أنا أبيعها بنفس السعر القديم. طيب أنا عايز أسأل حضرتك، حتى في بعض الأدوية لما ارتفعت أثمانها منذ شهرين أو أزيد ظلوا يبيعون الأدوية التي عندهم بالسعر القديم ولم يرفعوا أثمانها. طيب أنا هسأل حضرتك هنا سؤال مهم جدا. هو ممكن يقول أنا دلوقتي لو عملت كده أنا ممكن قدامي أن أنا أكسب، وأنا هبيع بالسعر العادل والسعر اللي هو يعني إيه اللي هيعود عليا؟ إيه النفع اللي هيعود عليا؟ ما أنا ممكن أكسب وما فيش أي حاجة تمنعني، وما فيش أي حاجة تقول أن المكسب واضح مثلا، عن أنا ده أزود في السعر وأكسب، فإيه اللي هيعود عليا لما أنا أكون يعني بكسب مكسب عادل ما فيهوش زيادة قوي وأفيد الناس؟ إيه اللي هيعود عليا؟ بارك الله تعالى فيك. في الحقيقة إنما الأعمال بالنيات. والله الذي لا إله غيره لو فعل ذلك بنية الرفق بالناس والرحمة بضعاف الناس كم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ديننا يعني هو بيعمل كده يحتسب احتسابا بالنية. ديننا وربما أشرت ويكون لي الأجر بدون شك، ده هو مرحوم من الله الذي اشتمل قلبه على معاني الرحمة والرفق بالناس، هذا يستجلب رحمة من رب الناس الراحمون معوي شك. بل ذلك القلب الخاشع، القلب الرحيم، القلب الرقيق، هذا القلب يستجلب الرحمات من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. قول لأحد الصالحين قال كيف قال الرحم وصور الأكوان قد ظهرت في مرآته. صور الأكوان اللي هي المكونات المخلوقات، ده مشغول بكل المال، بالتجارة، بالزوجة، بالدعاية، بالفخر، بالخيلاء، بالكبر، فالقلب ده يعني محجوب عن الله سبحانه وتعالى. أم كيف يتلمد من هفواته وشهواته؟ فالقلب الذي اتصل بالله تعالى وأزال كل الحجب التي تحول دون وصول رحمة الله تعالى به، ده في الحقيقة قلب متألق الإيمان متصل بالرحمن، يستجلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وأنا قلت وكما قلت أنت وأكد يحتسب ينوي استجلاب رحمة رب الناس به، لكن هب أنه فعل ذلك الأمر من أجل أن يقول الناس أمين، من أجل أن تتضاعف ثقة الناس به، أن يكسر زبائنه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ماشي مش مشكلة، للتاجر المسلم الصادق الذي يتحلى بأخلاق الإسلام من رحمة ورفق، أنت مأجور أو تؤجر على نيتك أجرين. أجر إنك بتظهر سماحة ورفق الإسلام، وأجر النية، نية الرفق بعبادة الله تعالى. لكن لو عايز يعمل لنفسه دعاية معينة بصورة معينة للأسف خلاص. نعم طيب إحنا باقي معانا في التصرية، تصرية الإبل نهى صلى الله عليه وسلم وقال لا تصروا الإبل والغنم. تمام نعم من صور الغش برضو. طبعا من البيوع المحرمة. تمام نعم
وكمان احنا عايزين نخش في مسألة كبيرة جدا، بس انا كنت حابب ان احنا نبتدي بيها الحلقة اللي جاية. نعم. فطبعا القواعد العامة اللي بناخدها من الكتاب والسنة اللي يقدر بيها التاجر المسلم يحطها قدام عينه ويعرف ساعتها راسه من رجليه، يعني يعرف دي معاملة ينفع اتعامل بيها ودي ما ينفعش من غير ما يسأل حد. يعني طبعا هو يسأل الافضل، لكن ايه، لكن هو لو مستعجل ايه القواعد اللي نقدر نقولها له عشان يحطها قدامه ويقدر بيها يقيم امتى ان الاصل في البيع والشراء الحل. بارك الله تعالى فيك. الاصل في العقود الحل. نعم بارك الله تعالى فيك. انت تذكر اننا اشرنا في صدر اللقاءات من منذ شهور الى ان اي عقد يعقده المسلم ينبغي ان يبنى ابتداء على التراض. تمام. أن يبنى على الرضا. تمام. إنما البيع عن تراض. تمام. أن يكون هناك رضا. تراض. وأنت في الحقيقة لو خدعتني أو غششتني أو أخذت ثمن سلعة ولم تعطيني السلعة بالمواصفات المطلوبة، هل يوجد هنا رضا؟ لا. بدون شك حدث خلل. تمام. يبقى أن يكون هناك رضا. تمام. الأمر الثاني أن يكون ذلك نائب. تمام. وألا يكون العقد على محرم كمن يعقد على شراء خمر أو يعني عنب ليصنع خمرا. طب سؤال سريع، الكلب أو كلبا ليس لحراسة أو لصيد وإنما للزينة والفخر والخيلاء، وكلب من سلالة معينة مش عارف بشكل معين، الموضوع دلوقتي انتشر، ينفع بيع الكلاب؟ تجارة طبعا لا يحل زينة، إنما يحل له أن يقتنيه لحراسة حقيقية. في كلاب ب90,000 جنيه. في طبعا، وبيصرف عليه، ينفق عليه ربما نفق يعني تكفي عدة بيوت من بيوت المساكين والفقراء والأيتام. يعني ربما ينفق على الكلب 3,000. البيع ده حرام بدون شك، بدون شك. يعني أنا أذكر شخصا أصيب في حادث فذهب به إلى مستشفى بيطري وأدخل القط إلى العناية المركزة وأنفق 2,000 دولار على القط عشان يعالجه. طبعا للإسعافات الأولية. وبعدين احتاج القط السعيد هذا. تمام. إلى عملية جراحية، عملية 2,000 دولار. فأنا في الحقيقة اتهمت يعني بالإسراف والتبذير. تمام. قال والله لو احتاج إلى 10,000 دولار لأنفقتها عليه. وأذكر أنني قد أخذني صاحبنا إلى المستشفى لنزور القط. ينفع؟ بعدما أجريت له العملية الجراحية. والله هذه حالة من الحالات. طيب. وكم إلى نعم. طيب. لا مانع أنك تترفق بالقط، تقدم له طعاما شرابا، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها. تمام. ولا تركتها تأكل. لكن ما يوصلش الموضوع لحد الإسراف. لكن طبعا إنفاق آلاف مؤلفة من الدولارات، هذا في الحقيقة أمر يعني أنا شايف أنه في نوع من أنواع يعني السرف. السرف. ولدينا فقه الأوجان عارية على يعني أناس قد حوصروا وانقطعت وتقطعت بهم. طيب. السبل وما أكثرهم في زماننا هذا وفي أخطار كثيرة بدون شك، لكان أجدى وكان أولى. تمام. وده من فقه. طيب. الأولوية. العقد منصب على ما أباحه الله الشرع. القاعدة الثالثة التراضي كما قلنا. تمام. أنه في تراض. طبعا عندي نص قرآني وآخر نبوي. تأكم بالباطل إلى أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. أنت تقول أريد نصا قاعدة. هذا نص في الحقيقة حاكم. تمام. والآية الثانية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. النص النبوي العظيم والذي هو قاعدة من القواعد الأصولية ترى بغيرك وغيرك أيضا لا يلحق الضرر بك. تمام. إذا التزمنا بهذه القواعد الشرعية
والقرآنية النبوية في الحقيقة خلت كل بيوعنا من الخداع ومن الغش ومن الغرر، بجانب أن تخلو أيضا من الربا وهو من البيوع المحرمة. دي أخر حاجة. طيب احنا عندنا القاعدة الأولى التراضي. التراضي. القاعدة الثانية أن ينصب العقد على سلعة مباحة. نعم. القاعدة الثالثة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. تمام. نعم. طيب احنا يعني عايزين نتكلم عن موضوع الربا بتوسع، وعايزين يعني نبتدي بيه الحلقة الجاية. باقي معانا حاجة التصرية. ايه التصرية؟ بارك الله تعالى فيك. ويعني ايه عايزين، لو طبعا هي ليها صور معاصرة وبتحصل، وإن احنا في العيد في الحقيقة في العيد ممكن نقول ان يعني في حاجات مشابهة، ممارسات مشابهة حصلت في العيد. نعم. فايه التصرية باختصار شديد عشان بارك الله تعالى فيك. الذين يربون المواشي اكرمكم الله واعزكم الابقار والاغنام والجاموس، اذا اراد احدهم ماذا يفعل؟ يقول لك البعض يقول له ازاي تبيعها كده، لابد ان احنا نجهزها ونحضرها. دي مصطلحاتهم بالفعل. تجهيز البهيمة ازاي؟ تجهيزها ان يحبس اللبن في ضرعها ليوم او يومين او ازيد، ثم تحمل الى السوق. تمام. در ممتلئ منتفق بها. لا تصر البقر والغنم، والصر بمعنى التجميع والاختزان، خزن الحليب في الضرع من أجل إظهار المبيع بصورة معينة ليست حقيقية. تمام. إنما هي صورة وهمية. تمام. الصور الحديثة باختصار إنه البعض بيفعل ذلك الأمر، وليكن كما قلت في العيد كل الوزن بتوزن أو البيع، يقوم بتعطيش المبيع ثم يدفع إليه بعلف مخلوط بالملح، فيصاب ذلك المبيع بالعطش الشديد، سواء كان بقر، جاموس، غنم، ماعز، فيطلب ماء فيشرب كمية كبيرة من الماء، فيظهر عليه سمن موتي لا خبرة عندك، فيقول نحن نبيع بالميزان، كيلو ب38 في البقر أو ب40 في الجاموس، ب34 في الأغنام وليكن بكذا، وطلع على الميزان اوزن الماء اللي شربته البهيمة تقريبا يزن 30-40 كيلو. هو عارف وفاهم. وده حتى موجود في الدجاج والطيور التي تباع من طعام في حوصلة الطائر من أجل الوزن. لو حط له ربع كيلو هنا، 400 درام هناك، نصف كيلو هنا، كل الفلوس اللي بيكسبوها دي حرام بدون شك. ده أكل أموال الناس بالباطل. فالنبي يقول لا تصروا البقرة والغنم. ومن اشتراها هكذا حكمه إيه؟ هو بخير النظرين. فإن رضيها قابلها خلاص، داها وصاعا من تمر. طب لو ما عرفش؟ ما انا هقول لحضرتك اهو، صاعا من تمر. صاع من تمر مقابل ايه؟ لانه لما حلب البهيمه ما شاء الله جابت 10 لتر حليب، 10 كيلو. ولما حلبها في اليوم الثاني، حلبها الصبح، تحلب صبح ومساء مثلا، فجابت 10. لما يجي يحلبها في المساء جابت 3 لتر، 4 لتر. قال طب في الصبح جابت 3 4. قال طب فين العشرة؟ قيمة الحليب اللي خده ده، النبي قال صاع من تمر أو صاع من بر، ده ثمن الحليب الذي أخذه. أنت سألت إيه سؤال؟ قلت ماذا؟ لو ما عرفش. لا هو عارف خلاص. أنا بقول لو اشترى وبعد ما اشترى خلاص ما عرفش إن هو اتخدع ولا أي حاجة. فيما يتعلق بالماء الذي ضخ في ذلك المبيع أو بالطعام، ما عرفش وخلاص، هو مخدوع ومخادع وأكل أموال الناس بالباطل. صح. وغشاش وأعطى صورة سلبية سلبية عن التاجر المسلم، ومن ثم سينفر الناس منه. تمام. وكل ده محسوب حتى لو ما ظهرش والناس ما نفرتش منه واللي اشترى ما عرفش. إذا لكن كله محسوب. إذا خفي الغش والغرر عن الناس فلم يخفى عن من يعلم السر وأخفى عن ربنا. مثقال ذرة شرا يرى كل نفس
كل نفس بما كسبت رهينة، لها لنفسها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وده ظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. فده ظلم لأنه بيستولي على أموال. شكرك شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. مشاهدينا الكرام، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، والحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن موضوع كبير جدا وآخر حاجة هنتكلم عليها في البيوع المنهية عنها، ألا وهو الربا. إن شاء الله إلى أن نلقاكم في الحلقة المقبلة، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.